من تعز متابعة لآخر التطورات في الشأن اليمني معي العميد عبد الباسط البحر المتحدث الرسمي للجيش الوطني في تعز. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. يعني طبعا بهذه المرحلة نحن لتحرير الحديدة، نتحدث اليوم عن عملية خاطفة وسريعة لاقتحام مطار وميناء الحديدة وتحريرهما. ماذا يعني هذا كأنتم كالجيش الوطني عسكريا؟ كيف يحسب هذا الموضوع؟ أهلا وسهلا بكم والسادة المشاهدين. الحقيقة تحرير الحديدة أصبح محسوم عسكريا. تبقى هناك بعض التفاصيل الخطوة لتقليل الآثار الجانبية أو الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، لأن الميليشيات الانقلابية تلجأ إلى التحصن بالمنشآت المدنية وأيضا تلجأ إلى الأحياء السكنية وأماكن تجمعات المواطنين وتموه السلاح في هذه الاماكن، فيجري التعامل معها وفق قواعد الاشتباك. يجري هناك محاصره هذه الميليشيات في الضيقه، ثم قطع طرق الامداد والتعزيز لهذه الميليشيات سواء من الجنوب الشرقي من كيلو 16 او من شرق المحافظه وايضا من الغرب من الناحيه من الشرق من الناحيه البحريه. يتبقى منفذ وحيد لهذه الميليشيات باتجاه الشمال، يعني ترك تستطيع هذه الميليشيات الفرار او الانسحاب من هذا الاتجاه. هذا بعد الحديدة قصدك؟ نعم، هذا بعد الحديدة تتحدث عن منافذ وماذا نعم. يمكن للحوثي. طيب نعم نعم بموضوع الحديدة سيادة العميد، في وقت يعني نتحدث منذ فترة عن معركة الحديدة وحسمها، ووفق الكثيرين طبعا وحضرتك منهم انه منتهي، بس ما الذي يعيق الان سياده العميد؟ هل ثمه ما يقلق القوات يعني فيما يتعلق بتعزيزات بتحضيرات للحوثيين بهذه المعركه، ام هي فقط لمسات اخيره من اجل ان تكون حاسمه وكما وصفت هذه المره بانه ستكون خاطفه وسريعه، هي فقط للتاكيد؟ الحقيقه في عدة عوامل، ليس منها قوة الحوثيين، الحوثيين أضعف ما يكون وفي حالة من التقهقر، لكن هناك بعض الحسابات تكتلت بعضها، أهم تجنيب المدنيين لأن المدينة مكتظة بالسكان والميليشيات تلجأ إلى اتخاذهم دروعا بشرية، والقوات التحالف العربي والجيش الوطني تعمل جاهده على تجنيب المدنيين الاثار الجانبيه للحرب او للمعركه. ايضا هناك مناورات تقوم بها الميليشيات، فيعني تقدم بعض الرسائل الى الامم المتحده والى المبعوث الاممي حول امكانيه تسليم الميناء وغيرها، رغم انها غير صادقه في هذا التوجه ومعروف عنها النكد بالعهود لكنها تناور يعني بهذا المجال لتكسب الوقت اكثر، وايضا لتوفر بعض الضغوط على القوات الحكوميه والتحالف العربي لتعجيل الحسم بعض الوقت لانتظار ما ستسفر عنه هذه الرسائل. لكن في الاخير القوات تتاهب، تحشد القوات، هناك راس العسكري تم توجهه من المخاب اتجاه الحديده الان. انا اعتقد ان المساله مساله وقت، وايضا يعني مراعاه قواعد الاشتباك لتخفيف على المدنيين. انا اشكرك جزيلا. من تعز سيادة العميد عبد الباسط البحر المتحدث الرسمي للجيش الوطني في تعز.